أهلا بكم حبايبي طلاب وطلبات الصف الأول الإعداديني. النهاردة هنكمل مع بعضنا يا ولاد الدرس الأول في الوحدة التالتة. خدنا الفيديو اللي فات classification of plants according to external shape way of reproduction. النهاردة يا محترمين هنقول classification of animal يعني تصنيف الحيوانات. أول تصنيف يا ولاد هناخده classification of animal according to the nature of the body supporting حسب طبيعة تدعيم الجسم أوكي أو الدعامة بتاعة الجسم. هنقسم الحيوانات إلى animal with soft bodies. animal with soft bodies بمعنى حيوانات لها أجسام رخوة. أجسام رخوة يعني ملهاش دعامة أوكي. their body don't have support ملهاش دعامة أوكي. زي جيليفيش أوكتوبس إيرثورم. جيليفيش قنديل البحر أوكتوبس الأخطبوط والإيرثورم دي ملهاش دعامة لا خارجية ولا داخلية أوكي. دي أجسام بيسموها أجسام رخوة soft bodies. سهلة سهلة اللي بعد. في animal with supported bodies يعني حيوانات لها دعامة. هذا النوع من الحيوانات تنقسم قسمين، لا إما animal with external. ثواني يا أولاد هظبط بس الصورة كده animal with external support حيوانات لها دعامة خارجية زي المسلز أو سنيلز المحار أو القواقع أوكي. وفي animal with internal support حيوانات لها دعامة داخلية زي حاجة اسمها vertebrates اللي هي الفقاريات اللي هي animal which have vertebral column أو backbone الحيوانات اللي عندها عمود فقري اوكي. such as fish reptiles birds and mammals كل ده ولاد اسمه vertebrates. يعني ايه مستر vertebrates؟ يعني حيوانات فقاريه فقاريات عندها عمود فقري. يعني ايه عمود فقري؟ vertebral column. العمود الفقري ده اللي بيحمي حاجه مهمه جدا جدا في جسمنا اسمه spinal cord زي ما خدنا قبل كده اوكي. يبقى البيردز الفيش المامرز اوكي الريبتايلز كل ده يا ولاد كل ده عنده ايه؟ عنده internal support. اللي بعد يعني ايه internal support؟ دعامة داخلية. اللي بعد في بقى يا ولاد ملاحظة مهمة. في كائنات عندها دعامة خارجية ودعامة داخلية زي مين؟ زي حاجة اسمها aquatic turtle السلحفاة المائية عندها external support و internal support. اللي بعد classification of arthropods according to the number of legs يعني ايه يا ولاد؟ تصنيف المفصليات حسب عدد الأرجل. ايه المفصليات؟ في كائنات حوالينا كتيرة بيسموها arthropods. arthropods دي كائنات اسمها كائنات او اسمها مفصليات. طب يعني ايه يا مستر؟ يعني كائنات لا ارجل مفصليه فيها مفاصل كتيره جدا اوكي. arthropods اسمها ايه؟ arthropods. الarthropods they are invertebrate animal that are characterized by the presence of jointed legs يعني ايه؟ حيوانات لا فقرية invertebrates يعني لا فقرية that are تتميز characterized by the presence بوجود jointed legs. يعني ايه jointed legs؟ أرجل مفصلية. أرجل يا أولاد مفصلية. قسموا الأرثروبودز دي إلى ثلاث أقسام. حاجة اسمها insects arachnids
ماريموز. يعني ايه يا ولاد انسكتس حشرات؟ الحشرات تتميز بوجود 3 أرجل مفصلية. دي ار كاركترايزد باي ذا بريزنس اوف اسف مش 3 أرجل، 3 بيرز، 3 بيرز اوف جوينتد ليجز، 3 أزواج من الأرجل، يعني 6 أرجل. زي مين؟ الانتس النمل، لوكس الجراد، بيس النحل، موسكيتو الناموس، فلايس الذباب، كوكروشز اللي هي ايه الصرصار. الصراصير دي يا ولاد تعتبر تبع ايه؟ تبع الانسكتس. خلاص. تاني حاجة اسمها اراكنيدز. اراكنيدز اراكنيدز اللي هي يا ولاد اللي هي العنكبوتيات. اوكي. زي ار كاركترايزد باي، دي بتتميز بوجود ايه؟ 4 بيرز اوف جوينتد ليجز، 4 أزواج من الأرجل، يعني 8 رجلين، 4 يمين وأربعة شمال، زي سبايدرز وإيه وسكوربيون، العقرب والعنكبوت. دي بيسموها أراكنيدس، فاهمين يا ولاد؟ اللي هي العنكبوتيات. اللي بعد في حاجة اسمها ميريابودز عديدة الأرجل. They are characterized by the presence of numerous number of jointed legs، أعداد كثيرة من الأرجل المفصلية. زي حاجة اسمها اسكولوبندرا وحاجة اسمها جولس اللي هي 44 وذات 1000 قدم. خلاص يا ولاد. دي تصنيف يا محترمين، تصنيف الأرثروبودز من حيث النمبر اوف ليجز. لازم نعرف التعريفات ونعرف الأمثلة. ممكن أقول لك مثلا إيه؟ give reason سبايدر أو سكوربيون isn't considered from insect. ليه العنكبوت لا يعتبر من الحشرات؟ because it has 4 pairs of jointed legs. أما الحشرات عندها إيه؟ 3 pairs of jointed legs. كأنه عايز التعريف بشكل غير مباشر. نقول تاني، ليه السكوربيون أو سبايدر تبع مش تبع الإنسكتس؟ ليه؟ الإنسكتس عندها 3 pairs of jointed legs، بينما السبايدرز أو سكوربيون has 4 pairs of jointed legs. يبقى because it has 4 pairs of jointed legs while insects، ولكن الحشرات عندها ايه؟ 3 pairs of jointed legs. اللي بعد classification of mammals، تصنيف الثدييات according to the presence of teeth، حسب ايه؟ حسب الاسنان، وجود الاسنان. في ثدييات مامز، طبعا الثدييات دي الكائنات التي تلد، اوكي، سموها ثدييات، زي مثلا سلوس وارماديلو، الكسلان والمضرة، دي كائنات بلا اسنان بيسموها ايدنتيتس او تيسليس مامز. تاني مع بعض، يبقى حسب وجود الاسنان هنقسمها الى حاجتين، ايدنتيتس اللي هي تيسلس مامز، ثدييات بها أسنان، آسف يا ولاد، ثدييات عديمة الأسنان، ثدييات يا ولاد عديمة الأسنان زي سلوس أرمادولو. يبقى السلوس وأرمادولو بيسموها إيه؟ إيدنتيتس أو تيسلس، تيس أسنان، تيسلس عديمة الأسنان. يبقى الكائنات دي مالها؟ عديمة الأسنان. مرة كمان، الكائنات دي مالها؟ عديمة الأسنان. لا اسم من الاتنين، لا إما إيدنتيتس لا إما تيسلس مامز، كائنات بلا أسنان زي سلوس أرماديلو، الكسلان والمضر. أمال يا مستر بقى المامز التانية دي، مامز هاف تيس، ثدييات عندها ايه؟ عندها اسنان. They are divided according to the shape, the kind, the number of teeth into. المامز بقى اللي عندها التيس هنقسمها الى ايه؟ الى 3 أقسام. كم قسم يا ولاد؟
تلات ايه؟ تلات اقسام. ها، تلات اقسام مع بعضين. animal that have front teeth، حيوانات عندها ايه يا ولاد؟ حيوانات عندها اسنان امامية، ها، extending outward، تمتد الى الخارج، الى الخارج ليه؟ to capture insect، زي مين؟ hedgehog. hedgehog اللي هو القنفذ، القنفذ ده عنده ايه يا ولاد؟ front teeth، ليه؟ to capture insect، to capture ايه يا ولاد؟ insect. اللي بعده animal that have pointed canine، حيوانات عندها ايه يا ولاد؟ انياب حادة وشارب ومولارز، ضروس with sharp projection، ضروس لها نتوءات او ضروس حادة، ليه؟ زي اللون والتايجر والفوكس، عشان دي كائنات بتاكل لحوم، فلازم يكون الانياب بتاعتها ايه؟ حادة وقوية. animal that have sharp incisors، يعني ايه sharp incisors؟ قواطع حادة. دي بقى يا ولاد بتنقسم حسب النمبر اوف incisors الى حاجتين، حاجة اسمها rodentis قوارض، حاجة اسمها lagomorphs ارنبيات. rodentis they have، rodentis اللي هي يا ولاد قوارض، rodentis دي يا ولاد اللي هي مين؟ rodentis دي اللي هي القوارض. they have one pair of incisors in each jaw، عندها زوج واحد من القواطع في كل فك، يعني عندها سنتين فوق سنتين تحت، ها، sharp incisors، يبقى عندها ايه يا ولاد؟ sharp ايه؟ incisors، قواطع ايه؟ قواطع حادة، يبقى they have one pair of incisors in each jaw. خلاص؟ طيب، بالنسبة يا ولاد زي مثلا مين؟ زي سكوريل، زي الراد جربة اند سكوريل اللي هو السنجاب والفار والجربة، كل ده يعتبر تبع ايه؟ الرودنتس. ليه؟ they have one pair of incisors in each jaw. طب اللاجومورفز يعني ايه؟ ارنبيات، they have two pairs of incisors in the upper jaw and one pair in the lower jaw، يبقى عندها عندها دي اللاجومورفز تو بيرز، زوجين من القواطع في الفك العلوي وزوج من القواطع في الفك ايه؟ السفلي، زي مين؟ زي الرابت. اللي بعده قربنا نخلص. اخر حاجه يا اولاد هناخدها natural classification of living organisms، تصنيف الطبيعي للكائنات ايه؟ الحي. جه عالم اسمه لينيوس، لينيوس صنف الكائنات حسب حاجة اسمها species، يعني ايه species؟ يعني النوع. قال النوع ده is the basic classification، هو unit، الوحدة الأساسية لتصنيف الكائنات الحية، الوحدة الأساسية لتصنيف الكائنات ايه؟ الحي. يعني مثلا سوريان وضع كل الكلاب في فصيلة واحد، في نوع واحد، كل القطط في نوع واحد، البني آدمين كلهم، كل البني آدمين على مستوى العالم يعتبر وان سبيشيز. ليه بقى؟ قالوا طالما كائنات من نفس النوع ممكن تتكاثر، يعني تتزاوج وتنجب كائنات لها القدرة على الإنجاب، فسماها ايه؟ سبيشيز. عشان كده السبيشيز لها تعريفين، it is the basic classification unit، وحدة التصنيف، وحدة التصنيف الأساسية للكائنات الحية، أو it is a group of more similar living organisms، مجموعة من الكائنات الحية المتشابهة، in shape في الشكل، that can reproduce اللي ممكن تتزاوج، to give birth new fertile، ممكن تعطي نسل new fertile individual، أفراد خصبة جديدة، that are able to reproduce and keep
the existence of the species، يعني تعطي أفراد جديدة لها القدرة على التكاثر وبتحافظ على وجود النوع. ده تعريف يا ولاد سبيشيز. يبقى لو في مجموعة من الكائنات متشابهة يمكن أن تتزاوج وتنجب أفراد، الأفراد دي تكبر ولها القدرة على التزاوج، يبقى دي اسمه سبيشيز. اسمه إيه؟ سبيشيز. يعني مثلا كمثال كل الدوجز سبيشيز، كل الرابت سبيشيز، كل الكات سبيشيز. طيب سؤال، لو جاء مثلا أي نوع من الكلاب تزوج مع أي نوع من الكلاب الآخر هينجبوا كلب له القدرة على الإنجاب. ليه؟ لأن الاتنين من نفس النوع. طب جاء مثلا مثال علينا، مثلا جاء سورياني ميل دونكي، حصل تزاوج بينه وبين في ميل هورس، لو انجبوا فرد اسف يا اولاد بيسموه ميول، بيسموه يا اولاد ميول، يبقى الميل دونكي مع الفيميل هورس يطلع حاجه اسمها ميول. الميول ده ليس له القدرة على الإنجاب، بيسموه يا ولاد بقى استيرل. بيسموه ايه؟ استيرل. ليه بيسموه استيرل فرد عقيم؟ بيكوز بوث ار فروم تو ديفرنت كايند، لأن الاتنين دول من نوعين ايه يا ولاد؟ مختلفين. يبقى لو تزوج فرد من نوع مع فرد من نوع آخر، حتى لو أنجبوا فرد، هذا الفرد يصبح عقيم استيريل. ليه؟ because they are from two kinds، لأن هو من نوعين مختلفين. هنا بيقول مثلا give reason it is possible، من الممكن to produce fertile individual، إنجاب أفراد لها القدرة على الإنجاب، أفراد خصبة from meeting، من تزاوج African man، رجل أفريقي، by an Asian woman، لو راجل أفريقي جوز واحدة آسيوية يخلفه عادي؟ عادي. يجيبوا أفراد، الأفراد دي لما تكبر ممكن تخلف عادي؟ عادي. ليه؟ عشان هما من نفس النوع، كلنا بني آدمين. because both of them are from the same kind، كل منهما من نفس النوع. كده الدرس الأول يا أولاد في الوحدة التالتة خلص. أتمنى ليكم كل التوفيق والنجاح. الفيديو القادم هيبقى الدرس التاني والأخير، وبعد كده نحل بعض المحافظات أو نعمل مراجعة هامة. ربنا معاكم ويوفقكم، وإلى اللقاء في الفيديو القادم إن شاء الله.